صحيح جبه كانت طال عمرك واحي وغير مسكوني، وهو بلد اندثر السكن الأول وطلع سكن جديد. جاء أبو أرمال جد أرمال حميره ولقى بير. البير لا زال هو موجود واحفره ومعه أبناءه تسعة، وكل ولد حط له مقام وقال اتبع مقامه. يجون طال عمرك الرحالة، إن كانوا جايين من الجوف يجون على آخر نفس تعبانين وحلالهم تعبان إيه، وارتاحوا وخذوا لهم يوم يومين ثلاثة أيام ويتزودون بالماء ويتزودون بالزاد، وثم نواصلوا طريقهم يعني. وإن كانوا جايين بعد من القصيم العقيلات ولا من حايل ولا كذاك الأمر يأخذون راحتهم ويتزودون بالتمر. عندنا حنا من خلطة الحمراء، وهذه سميت الحمراء علشان جدتنا أم عميري اسمها حمراء بنت الباشا شيخ النعيم، واسمها حمراء هي، فسميت النخلة باسم الجدة يا الحمراء، والله أعلم.